السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزه؟ عاملين ايه النهارده بقى يا حبايب قلب؟ انا رحت عند ماما قلت بقى هروق لها المطبخ ده يا حبايب قلبي، ما روقناهوش بقى لنا اكتر من شهرين ولا عملنا في اي حاجه، فقلت بقى كله عفر بقى من عفره الجو كده حبايب قلبي. شايفين بقى الشفاط بتاع البوتاجاز كله دهون وعفر يا حبايبي، والبوتاجاز برده قلت هروق لها المطبخ وانضفه لها من جوه ومن بره، وهي برده هتساعدني على فكره. سنشبع باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد. شوف محضره لي السلم ومحضره لي زازه الكلور ومحضره لي كل حاجه عشان ايه انا اشتغل. يلا يا حبايب قلبي ايه، ما تنسوش بقى تشاهدوا لنا القناه كده يا حبايبي، ادخلوا بقى ونوروني وشاهدوا الفيديوهات، وانا بنزل لكم برده فيديوهات على طول زي ما انتم عارفين. وشكرا لكل اللي دخل عندي نورني وشرفني، والبركه بقى في ربنا ثم فيكم يا حبايبي، منورين ومشرفيني في القناه، وانتوا بقى ايه اللي هتكملوا معايا لغايه ما اوصل ايه المليون ان شاء الله. السلام عليكم يا حبايبي، انا ام سوزي. معلش يا حبايبي، ربنا يديها الصحه يا رب وخليها لميتها. انا قلت لها قبل الدروس تيجي، قبل العيد ياخدوا دروس ومدارس اليومين دول وكده يا حبايبي. انا قلت لها تعالي اعملي لي عشان كله تهون المطبخ كله يا حبايبي، وانا ما بقدرش اعمل فيه اي حاجه. يا ما بتخافش تطلع فوق يا جماعه، تعملي حاجه عشان اللي عندي تعب اصلا. ماشيين عندنا ماما بقى لما يبقى في حاجه عليها جايه جديده وعليها اكياس ولا حاجه تقولي لا سيبيه. بس انا ما بحبش كده والله، بحب اشيل الحاجه، اشيل اللي جسمي على الحاجه. حتى لما نيجي نغسل وكده يا فاهم المطبخ منور كده وجميله حبايبي. شفاط كله طول، شايفين ما اتعملش من زمان كله طول. هنشيله برده هنغسله برده عشان ننضف مكانه حبايب قلبي، ونحطه كده واندي. شايفين الشفاط؟ شفاط شايفين الدهون كله طول. عادي بقى اغسلها لما بقعد ما عشان ايه ننضف المطبخ لو فوجوا ولا اي حاجه تطلع. خليني بس كده شايفين الدهون، الدهون كله تهون من جوه، الكلور بيطلع الدهون دي كلها حبايبه. شايفين راح فل؟ شايفين الجمال زي الفل.
لايك بقى والاشتراك في القناة كده نورونا وشرفونا كده في القناة. الفازة دي بقى نحطها كده تعمل ايه منظر في المطبخ كده يا حبيب قلبي. شايفين بقى خليته زي الفل، دعكته ونضفته وخلاص زي الفل، ودخل من جوه ومن بره، وبرده الرفق ده من جوه ومن بره. شايفين المطبخ نور وراح زي الفل. شايفين راح زي الفل. ماما غسلت الشفاط اهو يا حبيبي. يلا اطلع عشان خاطر ادخل السلم مكان. رأيكم يا حبيب قلبي؟ فلة. شايفين الجمال؟ المطبخ راح زي الفل من فوق. هغسل بقى الشفاط ده بتاع البوتاجاز الأول، وبعدين إيه؟ امسح الشفاط يا حبيبي. دي بتاعة عصا؟ لا مش هغسله بليفة، بس ستة بس. الشفاط هرش عليه كده حبيبي. فكرة بتاع دي بايظة عشان خلص كده اهو مشغول. هاخد في الحتة كده يا حبيب قلبي امسحه. شايفين بيكش الدهون وبيكش الزيوت وبروح زي الفل يا حبايب قلبي. ان ده اصلا للشفاط بس، جايبينه للشفاط. Thank you.
شايفين البوتاجاز الاصيل ده يا حبايب قلبي؟ جمال البوتاجازات اللي بتاعت زمان بس بسم الله ما شاء الله عليه في الدس يا جماعه، احسن من البوتاجاز الكبير ده، احلى من ده والله العظيم. بنحط فيه البرام والرز المعمر بيروح ايه بسم الله ما شاء الله، كانك حتى فرن القش بتاع ايام زمان. والله جميل، لكن احنا مش عايزين نفرغ فيه خالص. بنشوي فيه بطاطا يا جماعه، بطاطا بقى لما بتشويها فيه ولعوا كده وتسيبوا على الهادي تطلع لك احلى بطاطا. كده مسحت البوتاجازين اهو زي ما انتم شايفين، غسلت الشفاط غسلت المطبخ خلاص زي الفل. همسك بقى الرخامه بتاعتي كده ايه، امسحها كده وانضفها كده. خد ازازه الكلور دوت ده هناك. دي حبايب قلبي ما هو مجهزه له الميه اهي، هنحط برده شويه كلور كده نمسح بقى ايه حته المطبخ كده. بقى يا حبايبي شايفين الجمال والحلاوه كده، بقى اكون خلصت الروتين بتاعي. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا سلام، الصحه يا ابو سوزه، الله ينور عليك. الله يخليك.